مرحبا بالجميع. اليوم جبت لكم وصفة نتاع زوج تاع لاصوص، لاصوص فيرت يعني الصلصة الخضراء، ولاصوص الجيريان بيان سور بطريقة نتاع صابرين. So let's go. Pour la sauce algérienne, هي نفسها لاصوص اللي استعملوها صحاب الفاست فود ولي ريستوران اللي نلقاوها في لي ساندويتش وفي لي تاكوس. حنا راح نعملوها بالبيت. راح نبدا بلاصوص فيرت. هذه لاصوص انا نعتمدها فقط نعملها في لي سالاد نتاوعي. نعمل المايونيز مع الفرماج مع المعنوس، واحيانا يعني على حسب ذوق اللي يكونوا رايحين ياكلوا نضيف له الخيار. هادو كامل نطحنهم في رحبة. هذا فيما يخص لا بروميير صوص. لا دوسيام صوص اللي هي لا صوص الجيريان راح نحتاجو ايضا الى المايونيز، المعنوس، نص بصلة وطماطم. انا طماطم راح نستعمل طماطم حب، ما نستعملش طماطم مصبرة. راح نحتاج ايضا الى جوا حار، يمكن هنايا اللي يحبوا يعملوا الهريسة يعملوا هريسة في مكان الجوا حار. نحن ايضا نحتاج الى الثوم، وبالنسبة للتوابل الملح، فلفل عكري، فلفل اسود، هنايا على حسب ذوق كل واحد فينا وش يحب يزيد او يضيف في الصلصة نتاعه. ها هي الصلصة الخضراء اللي تحصلنا عليها. نقدر نعملو معها زيت زيتون أو منكهات أخرى. هاد الصلصة نقدرو نذكرو بها لسالاد نتاوعنا، لسالي يعني أشياء كثيرة. Pour la sauce algérienne, عملت 2 cuillères à soupe نتاع مايونيز، عملت معها نص بصلة، حبة تاع طماطم، طماطم حب، ما استعملتش كونسونتري، انا ما نحبش الكونسونتري الا اذا كنت صنعته بالبيت. ايضا ثوم، عملت معها التوابل، بلا ما ننسى المعنوس، وايضا ضفت يعني القليل من جوا الحار. هنايا الناس اللي تحب الهريسة تحط الهريسة. وهما لي صوص نتاوعي واجدين. نقدر نعمل ساندويتش او تاكوس او مام نعملهم في لي بيتزا، راح يكونوا بنان. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات تاع لي صوص نتاوعي، وان شاء الله نكونوا خفاف ودرف عليكم. مو قليلا نقولكم اصدقائي واحبابي، مع السلامه.